السلام عليكم ورحمة الله. سنبدأ معكم أصدقائنا في هذا الفيديو بالخوض في تفاصيل الأنسجة عن قرب والإلمام بكل ما نحتاجه من معلومات وأفكار. ولعل أهم ما نبدأ به هو أن النسج الأساسية في الجسم تقسم إلى أربع أنماط، هي النسيج الظهاري، النسيج الضام، النسيج العصبي، والنسيج العضلي. وسنبتدئ رحلتنا معكم بالخوض في أغوار النسيج الظهاري. المحاور الأساسية التي سنتناولها ضمن هذا الفيديو هي تعريف النسيج الظهاري، سماته العامة، وظائفه، تصنيفه، والمجالات التابعة لهذا النسيج. تعريف النسيج الظهاري Epithelial Tissue هو عبارة عن نسيج لاوعائي يتكون بشكل أساسي من الخلايا، يغطي سطوح الجسم ويبطن تجاويفه كما يشكل الغدد، ويعتبر حاجزاً يفصل النسيج الضام عن الوسط الخارجي Epithelial Cells، وهي الخلايا المشكلة للنسيج الظهاري. وتتميز هذه الخلايا بما يلي: مرتبة بجانب بعضها البعض بشكل قريب جداً، وتتصل ببعضها بواسطة جزيئات التصاق بين خلوية خاصة Cell to Cell Adhesion تسمى بمعقدات الاتصال Complex Junction. تستند الخلايا الظهارية على غشاء قاعدي Basement Membrane يفصل بينها وبين ما يحيط بها من الناحية القاعدية، وهو عبارة عن طبقة لا خلوية عديدة السكريات وغنية بالبروتينات. وبعد أن تعرفنا جيداً على النسيج الظهاري سننتقل للحديث عن سماته العامة. يتسم النسيج الظهاري بعدة صفات، وهي الخلوية Cellularity Avascular، وبالتالي فإن تغذيته وطرحه للفضلات يتمان إما من خلال الانتشار أو بواسطة نواقل عبر الغشاء القاعدي، وذلك بالاعتماد على النسيج الضام الذي يتوضع تحته مباشرة ويحوي أوعية دموية، باستثناء الطبق الوعائي الموجود في ظهارة الأذن. يتمتع أيضاً بالقطبية Polarity، وذلك لامتلاك كل خلية ظهارية ثلاث مجالات Domains معروفة ومحددة الاتجاه، وهي مجال قمي Apical، جانبي Lateral، وقاعدي Basal. النسيج الظهاري قابل للتجديد Regenerative، ولذلك فإن لكل خلية ظهارية عمراً محدداً، ويتراوح هذا العمر من عدة أيام وحتى عدة أسابيع. وبالانتقال إلى المحور الثالث ضمن هذا الفيديو، حيث سنفصل في الوظائف الهامة التي يقوم بها نسيجنا الظهاري. تقوم الظهارات عموماً بعدة وظائف ذات أهمية كبيرة في الجسم، وهذه الوظائف هي الحماية، حيث تكون الظهارات متأهبة دوماً، فهي تعمل إما كساتر مثل الجلد تواجه ما يعترضنا من الخارج، أو كمبطن كما في أغشية السبيل الهضمي فتواجه ما ندخله لأجسامنا. كما تشكل جميع الظهارات حاجزاً اصطفائياً يمنع المرور العشوائي للجزيئات والشوارد من خلاله. الإفراز والامتصاص، حيث تقوم بعض الظهارات بوظيفة إفراز بعض المواد الضرورية، ومنها بطانة المعدة التي ستفرز أنزيمات هاضمة. كما تتولى بعض الظهارات الأخرى وظيفة الامتصاص كما في بطانة الأمعاء الدقيقة. التقلص، حيث تحيط بعض الخلايا الظهارية بغدد الإفراز الخارجي وتدعى بالخلايا البشروية العضلية التي تقوم بالتقلص دافعة محتويات الغدد اللعابية إلى اللمعة. تشكل الخلايا الظهارية أيضاً قسماً لا بأس به ضمن أعضاء الحواس المختلفة، فهي تلعب دوراً حسياً من خلال استقبال التنبيهات ليتم تفسيرها فيما بعد كرائحة أو لون أو لحن ما. وبما أننا اعتدنا أن نتبع أسساً ممنهجة في دراستنا للنسج، لذا سنتطرق لتصنيف النسيج الظهاري. طرائق التصنيف المتبعة للنسيج الظهاري: تصنف الظهارات عموماً تبعاً لي أولاً الثخانة أو عدد الطبقات الخلوية، فإذا تكون النسيج الظهاري من طبقة خلوية واحدة نقول أنه نسيج ظهاري بسيط simple، في حين إذا وجدنا أن النسيج يتكون من طبقتين من الخلايا فما فوق فعندها نطلق عليه اسم مطبق stratified. ثانياً الشكل، حيث يصنف النسيج بحسب شكل الخلية المكونة له، سواء أكانت مسطحة squamous، مكعبة cuboidal، أم أسطوانية columnar. وبالتأكيد عند تصنيف النسيج نأخذ بالحسبان المعيارين السابقين، فنقول مثلاً ظهارة بسيطة مسطحة، أو كما في هذا المثال الظهارة مطبقة حسب الثخانة ومكعبة الشكل، فتكون التسمية هي ظهارة مطبقة مكعبة، وهكذا. حالات خاصة،
الظهارة المطبقة الكاذبة Pseudo Stratified Epithelium، وهي عبارة عن ظهارة تتألف من طبقة خلوية واحدة فقط، وبالتالي هي ظهارة بسيطة، ولكن عيانياً تبدو وكأنها تتألف من عدة طبقات، وذلك لكونها مؤلفة من عدة أنواع من الخلايا، والتي تختلف بمكان توضع النواة داخلها، فمنها من تكون نواته في الأسفل، ومنها من تتوضع نواته في أعلى الخلية أو في وسطها، لذلك ندعوها بالمطبقة الكاذبة. الظهارة الانتقالية Transitional Epithelium، وهي عبارة عن ظهارة مطبقة، أي مكونة من عدة طبقات خلوية، ولكن أشكال هذه الخلايا تتبدل حسب حالة العضو الوظيفية بين حالة التقلص والاسترخاء على سبيل المثال، فمن الممكن أن نجدها بشكل مكعب أحياناً ثم تتحول إلى شكل مسطح في أحيان أخرى. وختاماً نصل معكم لمحورنا الأخير، حيث سنتحدث عن مجالات النسيج الظهاري. كما ذكرنا سابقاً، فإن لكل خلية ظهارية ثلاث مجالات محددة الاتجاه domains، وهي قمي apical جانبي lateral وقاعدي basal. وعليه بإمكاننا القول أن للنسيج الظهاري ثلاث مجالات، يمتلك كل مجال منها خصائص مهمة تميزه عن غيره، وسنخصص لكل مجال فيديو منفصل خلال سلسلتنا للنسيج الظهاري. وبهذا ننهي معكم أصدقائنا الفيديو الأول المتعلق بالنسيج الظهاري، والذي شكلنا من خلاله قاعدة ستسهل علينا فهم هذا النسيج ومجالاته في فيديوهاتنا القادمة.